مالكم؟ مالكم يا رجال؟ مستغربين ليه؟ واحدة وخدت بترى، ضيعته زي ما ضيعني وقضى على مستقبلي. ما فكرتوش في يوم اني ممكن اكون مظلومة. حتى انت يا جابر ما فكرتش ان بطة ممكن تكون مظلومة، لاني دايما كده، دايما تكذبوا الضعيف وتصدقوا القوي. لكن لا، انا خدت حقي بايديا دول، خدت بحقي. انا قتلت سلطان، قتلت سلطان يا جابر، قتلت السلطان يا جابر، قتلت السلطان. زغرته، زغرته، قتلت السلطان يا جابر، قتلته. ايه ابن هو اللي اعتدى عليك؟ مش جايز تكون انت يعني قبل ما تروحي له؟ ابدا يا بيه، حفظ الله وحياة رحمة امي، ربنا هو وحده بس اللي يعلم. يعني انت قتلتي سلطان علشان اعتدى عليك؟ شافيت غليلي من اللي عمله فيا. انا وابويا ما كناش مدين لاخوانا، كنا فاكرينه راجل طيب. وايه اثبت لنا صحة اللي انت بتقوليه ده؟ اسألوها، في واحدة كانت هناك في البيت اسمها نرجس، اسألوها وانتوا تعرفوا. الشقة دي فين؟ تقدر تدينا عنوانها؟ العنوان؟ أنا كان معايا ورقة كان مكتوب فيها العنوان، بس ضاعت مني. كان العنوان كان في شارع في الدقي، عمارة نمرة كام؟ الشارع اسمه إيه؟ مش فاكرة، مش فاكرة، مش فاكرة. وقررنا حبس المتهمة فاطمة حنفي محمود الشهيرة ببطة 4 أيام على ذمة القضية، وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان صحة ما تدعيه، وكلفنا المباحث بالتحري وإحضار الشاهدة نرجس، وأغلق المحضر في ساعته وتاريخه. يعني الأرض انشقت وبلعتها؟ بقى محدش رجال عارف طريق الست اللي اسمها نرجس دي فين؟ مين كان يصدق يا ولد؟ البنايه انضحك عليها وهي مالها الذنب؟ اسمع يا سوكا، انا هقف جنب بطه للنهايه، مش هتخلى عنها مهما حصل لغايه ما تعدي من الظروف اللي هي فيها دي. يمكن تسامحني، انا ظلمتها وما كنتش فاهم ايه الحكايه. وكل شيء اسمه نصيب، كل شيء اسمه نصيب، والعبره بالنهايه. المهم ندور على البنت اللي اسمها نرجس دي باي طريقه. هي سكه واحده ونحط ايدنا عليها. ايه هي؟ الواد سنقر. انسى الدنيا وريح بالك اوعى تفكر باللي جراك. سنقر، ازاي لك يا سنقر؟ ازاي صحتك؟ الله يخليك يا سوكا، كيفك؟ الحمد لله. وحشني. ايه ده؟ انا قلت عدي عليه اشقر عليه اشوفه، ده عيش وملح، وعيش الملح ما يهونش الا على ولاد الحرام. ربنا يخليك يا سوكا، اصيل يا واد والله. الله يبارك فيك. ده حتى الاسطى جابر قال لي الواد سنقر بقاله كام يوم مش باين، من يوم المعلم سلطان ما اتكل على الله. لازم تروح تشوفه يا سوكا، لا يكون جعان، تعبان، عيان، ما معهوش الامونيا. جيت الالمونيا؟ الالمونيا ما فيش يا سوكا. بس جابر، جابر بعد كل اللي عمله فيه ده يقول لك كده؟ الاسطى جابر طيب وابن حلال، بس انت اللي مش واخد بالك. معاك حق يا سوكا، دوست جابر طيب وابن حلال، وربنا جاز اللي كان السبب. يلا بقى، ملوش لزوم. قولي اخبار الفلوس ايه معاك؟ ما قلت لك يا سوكا، لا شغل ولا مشغله، ايد ورا وايد قدام زي ما بيقولوا. لا اله الا الله، ولا يهمك.
فينا انا كلنا لقمه حلوه كده، انا وانت ولسطى جابر، والمره تتصالحوا ونقربع لنا دخت كبيره ولا حاجه، والبركه فيك بقى تشوف لنا خني من خنانك الحلوه بقى. ما انت ماشي يا سوكا، من عينيا جوز حبيبي. على حسابي. ماشي اخويا، وهشوف لك خني انما ايه هتتسلطن فيه اخر سلطنه. عيني عليك يا سلطنه. فضل يا محمود. زيرا نوال، انا افتكرت حاجات كتير قوي ممكن تساعدنا. انت بصي، انا نزلت من الاتوبيس، نزلت قدام وزاره الزراعه. قصاد وزاره الزراعه؟ ايوه، دخلت شارع قدامها، في عماره عاليه قوي. العماره دي اول ما تخش فيها فيها اثار زرع كتير قوي، كان تحتيها محل او دكان او شركه مكتوب عليها الاهرام. ايوه مكتوب عليها الاهرام. طب ما قلتيش الكلام ده ليه في التحقيق؟ اتلجمت يا نوال، اتلجمت، ما قدرتش اقول اي حاجه، كنت خايفه قوي ساعتها. اطمني يا بطه، انا هقب واغطس واطر على الوليه دي. ابوس ايديكي وقولي لابويا وقولي لجابر وقولي لكل واحد يقدر يساعدني. اطمني يا بطه. بسرعه بسرعه يا نوال عشان خاطري. ربنا معاكي. زيارة ده. خليك انت. مساء الخير. مساء النوم. خير يا سيسون؟ كانت خالتي وخالتك واتفرقت الخلايا. ايوه ما قلتش حاجه، بس افتحي بس عشان عايزك في كلمتين جوه. كلمتين على الرايق بس. طيب. يا صنقر ايه اللي جاي؟ بصراحه يعني من ساعه ما المعلم سلطان مات والحاله بقت يعني واقف على الاخر، فانا معايا اتنين معلمين مريشين جدا، فقلت نجيبهم لك يعني واقول لهم تعيش نقسمها سوا. ضمانهم يا واد يا صنقر؟ ايه اللي ضمانهم؟ برقبتي. ماشي هات. تعال كبير. يا اهلا يا اهلا. هاتي يا بنت، فين النار؟ زوديها شوية. يا بنت يا واد يا صور، هو ما فيش هنا حلب حصل. حلب حصل؟ هنا؟ انت فاكر نفسك اقعد معلم سلطان يا سكر؟ يا بنت اوعى. حلب حصل يا بعض العشرة. حضرتك نرجس؟ لا نواعي. ايوه صح، ما هو باين. يبقى اكيد حضرتك نرجس. امال فين نرجس؟ دي؟ ها عندك هناك اهي، هروح لك. مساء الفل. يا مساء الجمال، اهلا. اؤمر يا عناي. مش ست نرجس برضه؟ ايوه يا روح قلبي. روقي القعدة يا بنت. ليك في الصوت؟ نجرب ناخد فكرة ونشتري بكرة. حلوة يا سوكا، حلوة يا سوكا، حلوة يا سوكا. السلام عليكم يا اخويا. اهلا مساء الخير. في شركة في اليمة دي اسمها شركة الأهرام. عايزة مين شركة الأهرام؟ لا أنا عايزة واحدة اسمها الست نرجس. الست نرجس. لا ياخد، ده في الدور الرابع اللي فوق شركة الأهرام. هنا؟ أيوه شقة 29. ألف شكر يا أخويا. العفو يا أختي. طبعا أنا يا رب.
أنا مهلك يا تغنون، أنا مهلك يا أنا مهلك يا عمال. يا بس عيب. بقول لحضرتك إيه؟ أنا سمعت إن أنت كان عندك بنت مبلظة هنا كده اسمها بطة. بطة؟ اللي قتلت المعلم سلطان؟ روح لها في القناطر يا حبيبي. اللي قتلته؟ يا خبر ده بعده. ما هو برضه اللي جابه لنفسه. ده كان بيموت في دبدبه. ده أنا اللي حموت. ما انحرمش، ما خلاص بطلت كان زمان. برضه دبلة الوردة ريحتها فيها. الله يخليك. إنما هي البنت بطة دي كانت متعودة تيجي هنا على طول يعني زي ال أبدا، دي كانت خان، دي جت بتكتيك من المعلم. تكتيك من المعلم؟ خدنا فكرة نشتري بكرة. تعجبني يا نيا. دي شقة الست نرجس؟ أيوة يا حبيبتي. اتفضل. هي موجودة؟ أيوة. اتفضل. بقى. انت مش قلت هتشتري بكره؟ وماله؟ نشتري دلوقتي ونشتري بكره. ايه المانع قولي؟ ولا حاجه، انا جبت المنوم وحطيته في كوبايه العصير وسلمتها للمعلم على الجاز. حلو، وبعدين؟ ولا قبلها، خلصت كده. الله. طب بقول لك ايه؟ ممكن بقى عشان احبك تيجي معايا بكره تقولي الكلام ده قدام المحكمه؟ محكمه؟ اه، محكمه نرجس. ابويا فين يا نوال؟ عم حنفي بعافيه شويه وبيدايلك ليل ونهار. ما تفكريش الا في نفسك، وان شاء الله براء وحنروح سوا يا بطوط. ما تقلقيش يا بطه، ان شاء الله هتخرجي براء. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحة الجزء. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحة الجزء. المتهمة فاطمة حنفي محمود. ايوه يا بيه. النيابة اتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، اننا الان امام قضية واضحة الملامح مكثفة الجوانب. المتهمة فيها فتاة في ريعان شبابها تدعي انها قتلت من اجل الثأر لشرفها، حتى تترأف بها هيئة المحكمة الموقرة وتصدر حكما مخففا عليها. وأي شرف تتحدث عنه هذه الفتاة الساقطة؟ لقد ورد تقرير الطبيب الشرعي يثبت أن المتهمة فعلا ليست عذراء، وأنها لم تستطع أن تستشهد بأحد يكون على علم بأن سلطان هو الجاني عليها، مما يؤكد لنا ولعدالتكم أنها تراوغ حتى تستدر عطفكم. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إنني لا أطلب من عدالتكم سوى ألا تنساقوا بعواطفكم، بل أطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليها، وهي الحكم بالإعدام شنقاً، حتى تكون عبرة لكل من تسوي له نفسه أن يفعل فعلتها الدنيئة. وشكراً. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أبدأ مرافعتي بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. لقد بدأ السيد الزميل وكيل النيابة بكيل من الاتهامات على موكلتي وهي بريئة منها، ولقد أدلت موكلتي باسم الشاهدة الوحيدة على ما حدث لها والتي لم يعثر عليها حتى الأمس. ده شغل مباحث يا استاذ. واذا كانت هربانه ولا مستدله على مكانها؟ المباحث تستدل على مكان هروبها بمعرفتها. امر سعادتك.
نرجس عبد الرحيم اللي كانت هربانة يا فندم محولانا من قسم الدقي، والمطلوب شهادتها فورا. انت نرجس عبد الرحيم؟ اهلا بيه. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم لا اقول بالحق. قولي ايه اللي تعرفيه عن القضيه دي يا نرجس؟ انا بيه بشتغل عند المعلم سلطان. المعلم سلطان الله يرحمه كان بيحبني قوي، وكانت كل اسراره الشخصيه بيقول لي عليها. وفي يوم قال لي ان هتيجي واحده اسمها بطه على اساس تراقبني وانا بنضف الشقه. وبعدين جت بطه وانا دخلتها بناء على تعليمات المعلم. وبعدين يا نرجس؟ عملت لها كوبايه عصير وحطيت لها فيه قرص منوم، وفضلت واقفه لغايه ما شربته من ايدي وراحت في غيبوبه. وبعدين المعلم قال لي مع السلامه بقى انت. وعلى فكره بيه انا ما رضيتش اروح اقول اقوالي في النيابه، لان المعلم سلطان كان واخد الشقه دي في السر، وخفت لو اتكلمت عيلته كبيره قوي ما اعرفش كان هيعملوا فيا ايه. بيه امال جيت هنا ازاي؟ لسه جابر هو اللي عارف طريقي وجابني هنا عن طريق البوليس. دي الحكم على المداولة وقعت الجد. سامحيني يا بطة. انت اللي تسامحني يا جابر. انا ظلمتك. كان غصب عنك، واي حد مكانك كان ممكن يشك فيا. انا بحبك يا بنت، واللي يحب عمره ما يكره يا بطة. طب ومقام سيدنا الحسين لو ربنا كرمك وخدت براءة، لعمل لك ليلة يحكوا ويضحكوا عنها في كل الحارات. يا رب يا جابر. ان شاء الله هيحصل. شد حيلك وجمادي موال. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. قرارات المحكمة. أولاً حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة فاطمة حنفي محمود بالسجن مدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ. الحمد لله. ثانيا بالقبض على المتهمة نرجس عبد الرحيم. ثالثا حكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهمة نرجس عبد الرحيم لما هو منسوب إليها. رفعت الجلسة. الحمد لله. ألف مبروك. ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد لله. يحيى العدل. يحيى العدل.